حضرتك انا شايف ان هو قرار مرفوض طبعا شكلا وموضوعا، ويكفي جدا ان هو مخالف للدستور في ماده في باب الحريات. يعني حضرتك ما لا يجوز اصلا تفتيشي انا شخصيا، ولا تفتيش منزلي، ولا تفتيش عربيتي الا بامر قضائي اللي هو اذن النيابه ومسبب والمده معينه والمده محدده. فازاي كمان عايز يعني توصل انك تكبت حريتي لدرجه ان انت تفتش الموبايل بتاع الشخص؟ يعني بانهي حق وبانهي قانون وفي انهي دستور وفي انهي دوله؟ ما ينفعش. امن مثلا عايز كده مفيش مشاكل، اللي عايز يقول مثلا شوفوا شوفوا مفيش مشكله، يعني العمليه بسيطه. انا ما ينفعش ان في حد يمسك تليفوني ويفتش فيه، يعني هو دوت بس اللي انا اقوله، يعني ما ينفعش ان في اي حد يجي ويفتش التليفون بتاع اي مواطن. انا من رايي يعني كرايي لا، برضه تفتيش افتح تليفونك وافتش وابص على الاسماء دي، لا برضه ده قانون مرفوض. انا عن نفسي يعني ده مرفوض، ما ينفعش انا اوقفك في الشارع كده، في الشارع طبعا صح ولا، واقول لك لو سمحت بعد اذنك تليفونك، ياخد تليفونك ويقلب في الاسماء صح ولا، ويمكن يطلع الشريحه كده ويقول لك الشريحه دي ما تصلحش، لا اصل في شريحه من غير اسماء من غير تسجيل ما تسجلتش صح ولا لا؟ ده قبل ايه في الاول كانت الشريحه ما بتسجلش اسمك، بتشتريها كده. اذا كان اللي شايل المحمول ما عليهوش حاجه خطا ما يخافش، بس كده يعني. فهو قرار يعني ما فيهوش اي حاجه غلط، يعني انا مثلا ماشي سليم ما يجراش حاجه، انا حتى لو اتفتشت من الشرطه ما يجراش حاجه، طالما انا ماشي ما عنديش اي خطا. اللي هيخاف هو اللي عنده خطا بس. يمكن ما ممكن يكون خط بسيط يوصلهم لحاجه كبيره، يعني وكيل النيابه بيفضل ورا المتهم سنه سنه لحد ما يجيب القضيه، فلو دي هتنفعه في خدمه للبلد مفيش مشاكل. لا ما ينفعش، لان ده التليفون ده خصوصيه بتاع بني ادم، ما ينفعش ان في حد يفتش فيه. يعني هو انا رافضه تماما، وما اظنش ان في اي مواطن في الشعب المصري هيقبل بالموضوع ده.